بتوقيت مصر أهلا بكم، ونحن نودع عاما حافلا بالتحديات ونستقبل عاما معقودا عليه الآمال. نقدم هذه الحلقة من برنامجنا الذي عشنا معكم من خلاله على مدار عام هو الأصعب في القرن 21. في حلقة الليلة نختم سلسلة حلقاتنا بلقاء مع النائب أحمد طنطاوي لنتحدث معه عن مستقبل المعارضة في مصر، كما نتناول خطط مصر لمواجهة الآثار الاقتصادية للموجة الثانية من كورونا. فصل قصير ونعود إلى آخر حلقات هذا العام من برنامج بتوقيت مصر. في نهاية عام طويل ووسط وباء لم يسبق له مثيل، وفي ظل تحديات وأزمات محلية وإقليمية لم يكن لمواجهتها بديل، كان لدينا تفاصيل لا تحتمل التأجيل، فكثفنا العمل وتحدينا أنفسنا وتناولنا جميع القضايا بالرصد والتحليل. التزمنا بجميع الإجراءات الاحترازية دون أن تؤثر على ثوابتنا المهنية، وهذا هو حصاد عام 2020 في يوم الرحيل. أهلا بكم من بتوقيت مصر. موازنة جديدة تعلن عنها وزارة المالية المصرية، نتعرف على خطط الدولة للتعامل مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا. لقاء مع أبطال المسلسل المصري ما وراء الطبيعة، وهل يمكن أن تعود صناعة القطن المصري لسابق عهدها؟ الأسباب وفرص التعافي في حلقة الليلة، كما نتعرف على تفاصيل صرف بدل بطالة للمؤمن عليهم في مصر ودلالات ارتفاع قيمتها وانخفاض نسبتها مقارنة بالناتج المحلي. خيارات مصر بعد تعثر مفاوضات سد النهضة مقتل فتاة بأسيوط متأثرة بهذه العملية التي يجرمها القانون. أوضاع العاملين في القطاع الخاص، نسأل صاحب أكبر مشروع تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، فما العائق للقضاء على هذه الظاهرة؟ نحاول الإجابة. نناقش قرارات المجلس. فاصل قصير ونعود بتوقيت مصر. مش هتسمح ان المرض دوت يخرج منها قدر المستطاع. هو صحيح انتشر في كذا دولة، لكن مش معنى كده ان احنا حتى لو طائرة طبية ويتم تسجيل مصر فيها حالة. مصير الاثنين بيكون ايه في الحالة دي؟ على اساس مش كل الناس تنزل الصبح بكمامات وبتاع، لان الوضع يبقى كده. هو الكمامة انا شايف ان هي يعني مفيدة اكتر في حالة الشخص اللي عنده كحة، يعني اللي هو اساسا عشان يقدر يعمل يعمل تحكم للرذاذ اللي طالع. هي لسه ما انتشرتش في مصر قوي. تاثيرها عفوا في مصر، تاثيرها هو تاثيرها محدود لحد دلوقتي. لا، المراه ما بتعرفش توصل بسهوله، وانا شايف ان ده بس في مصر. يخص الهضبه الاثيوبيه واعلان المبادئ، هو كان خارطه الطريق من الدول المتنازعه الثلاث لتسويه ازمه سد النهضة. لما تلم الناس دي كلها ويقفوا يتكلموا قدام بعض، الرجالة تتكلم والستات تتكلم، بيديهم شجاعة. وبعدين الظاهرة دي منتشرة أكتر في الصعيد، وإن كانت أيضا في وجه بحري. أنا اسمي محمود زيدان، شغال دليفري في محل مأكولات بمدينة العاشر رمضان. طبعاً ما صرح لنا في وقت الحظر إن إحنا بالدليفري يعني وبنتحرك، بس طبعاً بتبقى الحركة خفيفة غير الأيام العادية طبعاً. قال لي بقى معاكي صبر صبر صبر، الله يعينك عليه، بس وسابني ومشي. فساعتها أنا يعني فهمت إنه يعني اللي أنا بسأل عليه أو كده يعني يكاد يكون ربنا طبعاً قادر على كل شيء، بس هو من كلامه إنه أمل، يعني معاكي طريق طويل، معاكي طريق قوي. طبعاً أنت ما بتقربي من العتمة أو الضلمة بتنوري نور عشان تشوفي وتتحركي. جملة من كلمتين،
اصنع طريقك. بناء الثقة من الأول دي بتفرق كتير. يعني كمان هما بيبقوا داخلين اوريدي مش شايفين، فهم مركزين كل حواسهم معايا، مع نبرة صوتي، مع تحركي أنا. علينا في البداية أن لا نركز إطلاقاً على الأشياء التي لا يمكننا التحكم فيها، وبالعكس نركز على ما يمكننا التحكم فيه. النجاح هو أن ينتقل الإنسان من فشل إلى فشل ولم يفقد حماسه الأول. متأثرة بتشرشل قوي دكتور؟ ماما ماجي عفوا، متأثرة بتشرشل قوي علشان أنتوا في إنجلترا. لا احنا في مصر. ممكن اقول لك على اينشتاين. الحجر الصحي او عزل ما عندناش. حضرتك بتقول ان هم كانوا 54 مظبوط؟ حضرتك بتقول ان هم 54 المواطنين اللي بتغرق منازلهم او بيكونوا ساكنين في ادوار ارضيه، وبنشوف الفيديوهات اللي بتبقى موجوده منتشره على السوشيال ميديا، الشقه بالكامل او الوحده السكنيه بالكامل بتغرق، الاساس بيكون بسيط جدا. هل الدوله بتقوم بتعويض المواطن في هذه الحالات ولا المواطن بيتكفل بذاته؟ يعني هي الدولة بتسارع، لا قدر الله لما بيحصل ده بتسارع في وقف المياه وكسحها وإعادة الحياة كما كانت عليه قبل سقوط الأمطار. جهاز حقوق المستهلك قام ببعض الخطوات، لكن قانون حماية المستهلك فيه بنود في استفاضة ممكن تسمح بده، لكن لما نيجي ناحيه التقاضي اعتقد هيبقى فيه صعوبات كتيره، والافضل يبقى فيه تعديل في القانون بحيث ان يبقى فيه ضبط للممارسات. السبب في ذلك ان تزايد الاضطراد المصري، يعني مصر الحكومه المصريه بتلجا لهذه الاداه اكثر من المغرب، وبالتالي هيبقى سعر الفايده عليها مرتفع، وبالتالي هيبقى بيع للكوره. يعني انا في تقديري يعني الاعتماد على هذا الجانب من الاستدانه من خارج أمر في منتهى الخطورة ويجب الابتعاد عنه. لا غنى عن القروض الأجنبية لبلد بتنمو أو الاقتصاد بينمو أو لشركات بتنمو. دكتور أحمد، سؤال شخصي لحضرتك، من معيد في الجامعة لرئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة، اللي منها المشروع اللي بنتكلم عنه النهاردة اللي تقريبا رأس ماله 4.3 مليار دولار، سر نجاحك في جملة لو قدرت تقوله، يعني في جملة في كلمة، إيه سر نجاح دكتور أحمد هيكل؟ يعني أنا طبعاً أنا بس في حتة قبل كده هوت، أنا رحت درست في أمريكا لمدة 5 سنين وبعدين رجعت مصر وساهمت في أكبر بنك استثماري وهو EFG أرمس، وبعد كده هوت رحت عملت القلعة. بيتهيألي أنه أكبر المزايا، واحدة من المزايا اللي يعني لازم الناس تحافظ عليها، هو المثابرة 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 المثابرة. احنا ما بنسألش على ده، احنا بنسأل على علاج المواطن المصري فيما يخص الكوفيد والنانكوفيد. فلو بنتكلم على الكوفيد، كل المستشفيات ملتزمة والمستشفيات المصرية الخاصة ملتزمة بأي قرارات بتطلع من الحكومة المصرية. كان عندي قناعة انه رصيد المبادرة ورصيدي الشخصي على مدى السنين اللي فاتت هيخلق تضامن واسع جدا. احنا قاعدين في بيوتنا ما بنتحركش ولا بنروح يمين ولا بنروح شمال. بس انت قبل، اسمح لي يا استاذ خالد، انت قبل العزل حضرتك كنت بتعمل عادي؟ لا كنت قاعد برضه، كنت قاعد عشان انا اصلا صوام ميكروبوز. تمام. يعني انا صوام ميكروبوز، الدنيا وقفت معانا وبقت يعني 7 ساعات اللي بنشتغلهم مبقاش في شغل زي الاول. حضرتك انا كشاب ببدا حياتي اكيد بشيل فلوس، فالفلوس اللي على جنب دي انا بصرف فيها دلوقتي لان مفيش دخل تاني، الشباك كلها قفل، فانا اروحش يعني حتى الجيمات بتتشمع، اللي هو مثلا سيبوني نشتغل ويعملوا السيفتي اللي انتوا عايزينه، بنطهر المكان، بنحافظ على المكان، بنحافظ على نفسنا قبل المكان، برضك الجيم يتشمع. تمام الحمد لله، رجعنا الى ارض الوطن، نحن بالله شاكرين له الحمد، ونشكر خاصه قناه BBC على سماع على وصول اصواتنا والتواصل معنا. مش عارف يا صراحه فرحه الشباب اللي كانوا عالقين في مناطق الحد الفاصل ما بين الابلاغ و و و و والإباحة او ان انا اقول اللي حصل، وما بين التشهير ببعض الشخصيات، ما هو الحد الفاصل ما بينهم؟
الحقيقة أنه التشهير المفترض أنه كل ما يكون في عندنا قضية موجودة ما زالت قيد التحقيقات خاصة فيما يتعلق بهذه القضايا الشائكة اللي ليها علاقة بأمان وبحياة وبسلامة المبلغين، المفترض أنه أي معلومة بتخرج تعد تشهير وتعد أيضا كمان ابتزاز. أنا سني صغير عمري صغير طفولة جف عليك أتغير أنا على الحافة ورسي متحير قطع ودني بيدي كله مغير. الحاجات اللي بعملها بتسمعها الناس الجيل اللي هو في سن مثلا 25. كنت محظوظ ان كان في وقت كافي للتحضير، ده ما بيبقاش متاح في معظم المشاريع، وكنت محظوظ بصراحه انا كنت بحضر مع عمرو سلامه لان هو كان بيهتم قوي قوي ان الواحد يوصل للشخصيه قبل ما نبدا تصوير، نتكلم عن الغرض من كل مشهد. هو احنا مستوحيين من القصص طبعا من الروايات، ومع دكتور احمد خالد توفيق نفسه وهو على قيد الحياه كنا بنتكلم في ده كتير جدا، وهو كان مبارك جدا للفكره وكان بالعكس بيديني رخصه يقول لي عمرو لو سمحت اي حاجه انت عايز تحكيها بشكل مختلف انا فاهم ان انت هنا كاتب ومخرج وعندك رؤيتك، فالموضوع بتاعك كاملا بالعكس ده انا يمكن هو قرا نسخ كانت متغيره اكتر من كده بكتير كمان. اللي احنا بنعمله دلوقتي انه احنا بنحسب كل يوم الاعداد شكلها عامل ازاي. الاعداد دي قلنا ان المرحله الاولى دي حاجات دي مواصفات عالميه، المرحله الاولى دي بتبقى لحد 100 وبعد كده نخش في من 100 ل 1000، 1000 دي بنقف بقى ونعيد حساباتنا من جديد. حساباتنا بتتبني على ايه؟ احنا وصلنا ل 1000 دلوقتي، احنا 1100 وحاجه 170 او 77. المشكله بقى عندي هنا في نطاقه الاسره عندي قد ايه؟ عندي كام جهاز تنفس صناعي؟ بتعامل معاها ازاي؟ انا عندي دلوقتي في من ال 1000 دول في جزء اجانب دول سافروا وعدد كبير مش قليل، وعندي جزء توفاه الله وعندي جزء شوفي. لكن الحقيقة لو المجمع المقدس خد قرار بأن في ظروف خاصة نناول بطريقة أخرى جميع المسيحيين الأرثوذكس في العالم هيسمعوا كلام، لأن قرار المجمع ده هيئة تشريعية يشرع في كل أمور الكنيسة. الدراسة لازم يكون لها طابع مختلف، لكن إذا كان هناك في تقسيم طبعاً بالنسبة لكثافات الفصول لابد من تقليل هذه الكثافات، مما كان يتطلب أن يتم جزء أونلاين وجزء آخر من خلال فيس تو فيس داخل الفصول الدراسية. أعتقد أن ده كان مهم جداً مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية داخل المدارس. مصر أولاً لا للتعصب كانت مبادرة في وقتها وكان الجميع ينتظرها، لأننا بصدد استقبال حدث استثنائي لم تشهده القارة الإفريقية من قبل، متمثل في وجود فريقين من بلد واحد على أرض واحدة في مباراة واحدة لنهائي دوري أبطال إفريقيا. هذا كله جديد على مستوى دوري أبطال إفريقيا. في مواضيع اجتماعية ملحة وفي نفس الوقت هو معتمد على ممثلين كلهم من خارج القاهرة، هم مش ممثلين أصلاً، هم كلهم اول مره يمثلوا وهم كلهم، واحنا عملنا كاستنج خارج القاهره. اولا ايه قصه انا بابا وليش معنى انا بابا؟ هي الاغنيه ما لهاش دعوه بالكلمه خالص يعني، بس هو الشاعر الجميل محمد البوغا والملحن مديح محسن هم عملوا لي الاغنيه دي مخصوص، قالوا دي حميد هتلي عليك، مع ان الاغنيه مش معناها ان انا بابا، لا هي كلامها مختلف تماما عن المعنى اللي واخداه الناس، لكن هي اغنيه خفيفه جدا لايت جدا. انا لما اكبر اقول لاولادي ايه اصلا، يعني اقول لهم كنت قاعد في البيت وانزل لجان شعبيه ايه ده، لما هيسالوك عن ايه، عن عمرك فيما ضيعته يعني ولا ايه؟ يعني عمري ضيعته بالظبط. انا سعيد والله ان انا معاكم يا نسمه، والله انا سعيد جدا لاول مره في البي بي سي يعني.